إذا كنت بتعاني من أعراض الكورونا، مهم جداً إنك ما تخرج من البيت. إذا خرجت من البيت، من المؤكد إنك حتصيب كل من يقابلك في طريقك. إذا تدهورت حالتك الصحية، عليك الاتصال بالرقم 195، وهم بالتأكيد حينصحوك ويقولوا لك ما هو الإجراء الصحيح والسليم اللي تتبعه. الآن دوري ودورك هو الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة من الإصابة بمرض فيروس كورونا.